مرحلة جديدة من التصعيد الميداني في الضالع، وتوسع لخارطة المواجهات بين قوات الجيش والحوثيين الذين يستميتون بهدف إحكام السيطرة على الضالع والعودة إلى محافظات الجنوب. المواجهات الميدانية تركزت في كل من قعطبة ومريس، بالإضافة إلى منطقة حجر التي تقع غرب المحافظة، وهي مناطق استراتيجية قد تغير من موازين السيطرة في المحافظة. بالتقدم وكسر شوكة الحوثيين وإخراجهم من متارسهم ومن مواقعهم اتجاه حصن شداد والجميمة وأيضا وينان والعمارة العظم أو جهة الخط، الجبهة الأمامية للخط، ولا يزال التقدم مستمر إلى اللحظة. في الجديد لقي عدد من مقاتلي ميليشيا الحوثي مصرعهم في مواجهات مع قوات الجيش المسنودة بالتحالف بمديرية قعطبة شمالي المحافظة. المعارك اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا التسلل باتجاه مواقع الجيش في منطقة القفلة شمالي قعطبة، حيث تمكنت القوات من صد الهجمات المتكررة. وفي منطقة مريس في قرية القهرة على وجه التحديد، شنت قوات الجيش هجوماً على مواقع تمركز الحوثيين، وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى من طرف الميليشيا، علاوة على خسائر في العتاد. أما في جبهة حجر غربية محافظة الضالع، قالت قوات الجيش إنها تقدمت في قرية بتار عقب مواجهات خاضتها مع الميليشيا، وأسفرت بحسب المركز الإعلامي التابع للجيش عن قتلى في صف الحوثيين وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم. إذن عودة إلى دائرة التصعيد الميداني في الجبهات التي كانت قوات الجيش والتحالف قد خسرتها خلال الفترة الماضية نتيجة اختراقات داخلية عديدة شهدتها الجبهات.